السلام عليكم. اليوم بغيت نأكد على زوج عناصر مهمة جدا في ميدان السياحة، خاصة السياحة الداخلية. أنه السياحة الجزائرية عرفت زوج فترات نتاع نمو ونتاع يعني ازدهار لا مثيل له، خاصة من الناحية الهندسية والإنشائية ويعني التوسع تاع الفنادق. الفترة الأولى عرفتها الجزائر في فترة السبعينات والثمانينات، بعد ما جاء المهندس العالمي والمهندس العبقري فرنان بويون الذي جلبه بومدين إلى الجزائر، وأنشأ عدة فنادق رائعة من طراز عالمي وبهندسة معمارية رائعة تراعي التراث الوطني، تراث الحضاري والتاريخي للجزائر، وتتوظف يعني بعض العناصر الهندسية والإنشائية يعني التراثية نتاع الهندسة الجزائرية، وخاصة أنشأ عدة فنادق تقريبا 20 فندق منها في الجنوب في كل أنحاء الوطن الجزائري. وفي هذه الفترة كانت السياحة الجزائرية خاصة الخارجية كان عرفت ازدهار غير مسبوق في السبعينات والثمانينات، حتى بداية العشرية السوداء يعني مع بداية التسعينات. والفترة الثانية يعني بدأت في يعني بعد الألفية الثالثة، يعني في السنوات الأخيرة بعد ما تم تغيير القوانين نتاع الاستثمار ودخول مستثمرين خواص في ميدان الاستثمار السياحي، كذلك نشهد في السنوات الأخيرة طفرة نوعية ويعني حضارية، وكذلك من حيث عصرنا ويعني في الهندسة نتاع الفنادق وفي تطوير الخدمات في هذا الميدان، واللي الآن نعرف تطور رهيب في هذا الميدان. وكذلك بالموازاة يعني في الفترة الأخيرة قامت وزارة السياحة بترميم وتجديد وإعادة تأهيل يعني تقريبا كل الفنادق التي بناها فرنان بويون في الفترة الماضية، واللي ينذر بعهد جديد خاصة إذا الدولة ولت اهتمام بسياحة داخلية والخارجية لماذا، لكن بشروط تكون فيه مراعاة الاحترام لمقومات المجتمع الجزائري. إذن نخليكم تتابعوا بدون ما نطول عليكم، والسلام عليكم.